السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشرحات المحاسبية، دائما معكم أحمد علي على القناة. طبعا إن شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا نتكلم فيها عن الشراء في حالة تقلب الأسعار. طبعا ده العمل رقم 4 للدكتور رمضان جاد. طبعا ده الفصل رقم 5 صفحة 105، والتمارين بتاعته صفحة 329. إن شاء الله طبعا مجهزين كل حاجة زي ما عودناكم، إن إحنا بنبدأ واحدة واحدة. وطبعا الناس تشترك في الجروب يا جماعة عشان هنبدأ ننزل عليه الفيديوهات كلها. طبعا الرابط هنسيبه لكم أسفل الفيديو، أو تدخل من الروابط المختصرة للقناة هتلاقي اسمه جروب، هتضغط عليها هيحولك ليه جروب اسمه قناة الإبداع للشروحات المحاسبية، طبعا الناس تشترك فيه. ولو أنت أول مرة تشوف الفيديو طبعا هتدخل على قوائم التشغيل، هتلاقي إدارة المواد، هتبدأ تضغط عليه وتشوف الفيديوهات اللي نزلت. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. طبعا اللي هنشرحه النهاردة حالة الشراء في تقلب الأسعار. طبعا المثال ده يا جماعة ده بتاع السكشن، ده هنبدأ نكتبه دلوقتي مع بعض ونشوف الموضوع ماشي ازاي. طبعا ده مهم جدا في الامتحان يا جماعة، الناس تركز عليه لأن ده أحد الموضوعات المرشحة وجه السنة اللي فاتت و2008. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نقرأ كده السؤال مع بعض. بيقول لك تحتاج منشأة أسبوعيا إلى 500 طن، تمام؟ نبدأ نركز على أسبوعيا ديت، إن هي بتحتاج في الأسبوع 500 طن، والطاقة التخزينية القصوى تكفي 5 أسابيع، تمام؟ الطاقة التخزينية بتشيل في المكان لمدة 5 أسابيع، يعني 5 في 500 طن يعملوا معاك 2500 طن طاقة تخزينية. تتقلب الأسعار عشوائيا خلال 5 أسابيع، تمام؟ طبعا هنا هنكتب من الأسبوع الأول للأسبوع الخامس، وهنا من الأسبوع السادس للأسبوع العاشر، وهنا من 11 لل 15. طبعا دي كلها تبقى معطيات معاك، أسعار الطن، تمام؟ دي أسعار الطن. طبعا هنا هيبقى المكان اللي احنا هنكتب فيه ده الأسبوع الأول، وده الأسبوع الثاني، وده الأسبوع الثالث، وده الرابع، وده الخامس، وده السادس، وهكذا. يبقى سعر الطن في الأسبوع الأول 105، في الأسبوع الثاني 110، الأسبوع الثالث 145، الأسبوع الرابع 130، الأسبوع الخامس 124، الأسبوع السادس 115، الأسبوع السابع كان 140، الأسبوع الثامن كان 102، هنا كان 100، العاشر كان 113، الـ11 125، طبعا 125 جنيه يا جماعة، 131، 130، 150، 141. طبعا ديت يا جماعة ده المثال كده كتبناه. هنبدأ نشوف المطلوبات. طيب أول مطلوب بيقول لك إيه؟ تحديد سعر الطن وكذلك تكلفة الشراء. المطلوب هيقول لك إيه؟ تحديد سعر الطن وكذلك تكلفة الشراء، بس في ظل سياستين. السياسة الأولى سياسة اسمها حسب الحاجة، أو اسمها السياسة المحافظة، والسياسة الثانية اسمها في ظل سياسة التأكد. طبعا يا جماعة سياسة عدم التأكد ملغية من علينا، سياسة عدم التأكد ملغية من علينا. هنبدأ كده نشوف الدنيا ماشية ازاي في سياسة الشراء حسب الحاجة، سياسة محافظة. هنبدأ نشوف مع بعض هنجيب ايه. أول حاجة احنا كنا عايزين ايه؟ بيقول لك تحديد سعر الطن وكذلك تكلفة الشراء. هنجيب سعر الطن. سعر الطن هنا هنجيبه ازاي؟
احنا هنجيب متوسط سعر الطن، مش هنجيب سعر الطن، هو سعر الطن هو متوسط سعر الطن، بس مننا هنجيبه في ظل سياسة الشراء حسب الحاجة. طبعا بتجيب متوسط سعر الطن. هنجيب متوسط سعر الطن ازاي؟ هنقول بيساوي مجموع الأسعار نقسمها على عددهم. أكنك بتجيب متوسط عادي خالص لأي حاجة زي الإحصاء، تمام؟ يبقى متوسط سعر الطن هيساوي إيه؟ مجموع الأسعار على عددهم. يعني إيه مجموع الأسعار؟ يعني نجيب 105 نجمع عليها 110 نجمع عليها 145 نجمع عليها 130 وهكذا لحد 141. في أي مشكلة؟ ناس تاني، هنجمع 105 زائد 110 زائد 145 زائد 130 زائد 124 زائد 115 زائد 140 زائد 102 زائد 100 زائد 113 وهنا 125 ونجمع لحد 141 هيدينا الإجمالي كله 1861. هنقسمها على عددهم اللي هو 15 هيدينا 124. كده احنا جبنا ايه؟ كده احنا جبنا متوسط سعر الطن اللي هو سعر الطن يعني. طيب هنجيب بقى تكلفة الشراء. تكلفة ايه يا جماعة؟ تكلفة الشراء. تكلفة الشراء بنجيبها ازاي؟ تكلفة الشراء بتكون كالآتي. تكلفة الشراء هنجيب عدد الأطنان هنضربها في عدد الأسابيع هنضربها في متوسط سعر الطن اللي احنا جبناه فوق. يلا كده نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. تكلفه الشراء هنقول ايه؟ عدد الاطنان كانوا كام؟ كانوا 500 طن اسبوعيا. طبعا انت بتجيب للاسبوع اسبوعيا، هنضربها في عدد الاسابيع اللي هم 15 متوسط سعر الطن 124 هيدينا كام؟ هيدينا 930 الف. تمام كده؟ كده نكون انتهينا من السياسة الأولى اللي هي سياسة الشراء حسب الحاجة. وانتظروا الفيديو القادم اللي هو في ظل سياسة التأكد، لأن ظل سياسة التأكد سياسة كبيرة جدا وهتعوز إن احنا نكون واخدين بالنا احنا بنعمل إيه. كده بنوقف الفيديو لحد هنا، وخلال ساعة بالظبط هيكون الفيديو التاني إن شاء الله على القناة. ما تنسوش تكونوا معانا على الجروب الخاص بالقناة عشان هننزل عليه مباشرة بدون الحاجة إلى النشر في الجروبات. تمام يا جماعة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا فيديو ظل سياسة التأكد.